وللوقوف على تطورات الأوضاع في تونس في ظل حالة من قمع الحريات تزامناً مع مرور عام على ما تصفه مجزرة القضاء التي ارتكبها قيس سعيد بإقالة عدد كبير منهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس العاصمة رئيس جمعية القضاة الشبان المستشار مراد المسعودي. أهلاً بك سيد مراد، بداية عام مر على قرار قيس سعيد بإفاء 57 قاضياً من مناصبهم فيما سمي كما تعلم بيوم تونس الأسود في جدلية توصيف القضاء بين الوظيفة والسلطة. قيس سعيد وهو أستاذ في القانون الدستوري انحاز في قراره بأن القضاء وظيفة، هل يمكن قبول تبرير قرار سعيد؟ تفضل. شكرا على هذه الاستضافة. أهلا بك. بالنسبة للقرار الذي اتخذه قيس سعيد وهو قرار انفرادي، لم يشارك فيه أي معناها أستاذ من أساتذة القانون الدستوري، بالعكس قد احتجوا على ذلك القرار لأنه ينافي حتى مبادئ القانون الدستوري وينافي جملة يعني المبادئ العامة للقانون، لأنه في الدولة الديمقراطية تنقسم إلى ثلاثة سلطات اللي هي السلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، وتكون هناك علاقة رقابة متبادلة بينهم، إضافة إلى أن القضاء في حد ذاته لا يخضع لمنطق الوظيفة، الوظيفة تفترض علاقة تبعية بين رئيس ومرؤوس وتنفيذ التعليمات، وهذا لا يتماشى مع العمل القضائي الذي يجب أن يكون مستقلا ومحايدا. كلمة وظيفة يمكن أن تنطبق على السلطة التنفيذية، لا تنطبق على السلطة التشريعية أيضا، لأنه يستمد سلطاته من أمناء الشعب مباشرة. نحن أيضا ننفذ أحكامنا باسم الشعب. في الواقع هذه النظرية التي أرساها قيس سعيد هي نظرية هزجينة وغريبة، حتى نظامنا السياسي أصبح نظاما شاذا لا يمكن مقارنته بأي من أنظمة العربية أو حتى الأنظمة الغربية. سيد مراد، جمعية القضاة تونسيين أكدت أن 49 قاضيا من بين القضاة المعزولين حصلوا على أحكام نهائية بالعودة إلى مناصبهم، إلا أن السلطات لم تنفذ أيا منها. السؤال، ألا يعد عدم تنفيذ الأحكام القضائية جريمة، أم أن قانون العقوبات التونسي لم ينص عليها؟ هو في الواقع يعد جريمة. نحن عندما نرجع إلى المجلة الجزائية هناك جريمة اسمها جريمة عدم تنفيذ الأوامر والقرارات يعني الصادرة من له النظر، يعني القرارات القضائية، وكذلك نص دستور 2014 على ضرورة التقيد بالأحكام وتنفيذها، وكل شخص يعني يرتكب هذه الجريمة يعاقب عقابا جزائيا بالسجن والخطية. كذلك قانون مكافحة الفساد ل 2017 نص أيضا في فصله الثاني على أن من لا ينفذ الأحكام القضائية يعتبر فاسدا، وبالتالي فإن من امتنع عن تنفيذ هذه الأحكام هو مجرم وفاسد بالقانون وليس مجرد استنتاج منا نحن. قيس سعيد الذي كان ينادي بعلوية القانون وكذلك بسلطة القضاء ويقول أن القضاء العادل خير من ألف دستور، في الواقع لم يترك للقضاء عدلا. فالعدل يفترض أن تكون سلطة وأن تكون لديك أدوات للعمل وأن تكون قويا مقارنة ببقية السلطة حتى لا تخزعك. الآن السلطة القضائية أصبحت وظيفة تسيرها السلطة التنفيذية. تصور أن هناك قضاة أطلقوا سراح يعني متهم فتم إيقافهم عن العمل، هناك قضاة قاموا بوضع متهم في رهن الإيقاف أيضا أرسلوا إليه التفقدية العامة لتدينه، يعني إن فعلت هكذا يعني ستدين وهكذا ستدين. القاضي هنا أصبح يعمل تحت ضغوطات كبيرة. شكرا جزيلا لك ضيفي عبر الهاتف من تونس العاصمة رئيس جمعية القضاء الشبان المستشار مراد المسعودي، شكرا جزيلا لك.